وينضم إلينا من دبي الدكتور عبد الله العوضي، رئيس وجهات نظر بصحيفة الاتحاد الإماراتي. الدكتور، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع كثرت في الآونة الأخيرة تحليلات وسيناريوهات أيضا حول مصير القمة الخليجية. من وجهة نظركم دكتور، ما هو مصير القمة الخليجية القادمة في ظل التعنت القطري والهروب أيضا من استحقاق الحل؟ مساكم الله بالخير والنور والسرور. أولا حقيقة لا بد أن ننظر إلى قضية انعقاد القمة من أكثر من قبل فترة بسيطة كان الأمير الصباح في الرياض، وقبل أيام كان تيلرسون في المنطقة. وأعتقد أن موضوع القمة كان من ضمن المواضيع التي يمكن مناقشتها في هذه الحالة. كل الدلائل التي خرجنا بها تقول بأن القمة أقرب إلى التأجيل منها إلى الانعقاد بسبب جوهري جدا، أن النظام القطري مصر على وضع شروط أخرى أمام الشروط التي يجب أن تنفذها قبل انعقاد القمة. حتى الفترة التي مضت قرابة 5 أشهر الآن لم تبادر قطر لتنفيذ أي شرط من هذه الشروط أو حتى إعطاء تصريح معين من قبل وزير الخارجية القطري على أنها يمكن أن تقبل يعني بعض الشروط من أجل طاولة الحوار. حتى لما تيلرسون جاء إلى المنطقة أراد أن يضع شرط أن يكون الحوار في واشنطن. طيب دكتور، الآن في سياق ما ذكرته، وكما يعلم الجميع المناصحة دائما ما تكون داخل البيت الخليجي هي دائما مفتاح الحل للخلافات بين الدول الشقيقة، ولكن اندلاع الأزمة الراهنة وأيضا التعنت عقد المشهد الخليجي الراهن. هل تتوقع دكتور تراجع الدوحة وأيضا قبولها المطالب العادلة كمفتاح لعقد قمة ناجحة تعالج آثار الأزمة وأيضا تداعياتها التي أثرت على الدوحة نفسها؟ مبدئيا لا نعتقد أن الدوحة هناك أي مؤشر تراجع عن موقفها وتعنتها. والدليل على ذلك أنك أنت تريد أن تذهب إلى قمة ناجحة ومع وجود هذه الشروط. هذا تناقض، يعني تناقض أن تجد طرف يدعم الإرهاب وطرف آخر يحارب الإرهاب. لو بد أن أقول كلمة حق في قمم مجلس التعاون منذ 4 عقود، وهذا المجلس يعني يحقق إنجاز وراء إنجاز بهدوء وبلا ضجة إعلامية. قوانين مشتركة، محاربة قوانين الإرهاب، محاربة الإرهاب مشتركة، قوانين اقتصادية مشتركة، بطاقات خليجية للتناقل موحدة. هذا المشروع أيقونة القمم العربية في المنطقة. تريد قطر أن تضع العرب أمام الحصان وتمضي، وهذا لا يمكن أن يوافق في دول مجلس التعاون والدوج الذي وقفت مع مجلس التعاون في هذه الفترة. نعم، إذن من دبي الدكتور عبد الله العوضي، رئيس صفحات وجهات نظر بصحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.